مرحبا، كيفكن اليوم؟ جاهزين لحلقة جديدة من برنامجنا؟ أكيد نعم. اليوم بحلقتنا في عنا نص بدنا نرجع نقريه ونتذكره سوا، وفي عنا تمارين كتير مفيدة لإلكن، فاوعى تروحوا لمطرح. قبل ما نبدأ بهالتمارين شوفوا شو بدي إلكن. بدي إلكن مثل بيقول: من يزرع خيرا، اسمعوا منيح، يحصد فرحا. من يزرع خيرا يحصد فرحا، يعني اللي بيعمل شيء منيح، يعني عمل خير، شو بلاقي من بعده؟ الفرح الحقيقي. فانتوا قد ما فيكن كونوا منيح لحتى تشعروا بهالفرح الحقيقي. وقبل ما نبدا رح نتوقف مع اغنية الحلقة. على الأرض تحيا الكائنات، في ثبات ونبات، بعضها من البشر وبعضها من الحيوانات. أليفة كانت أم مفترسة، فلكل منها مميزات. على الأرض تحيا الكائنات، في ثبات ونبات، بعضها من البشر وبعضها من الحيوانات. الأرنب يعدو يقفز، القرد للموز يرقص. ما أجمل الكون الفسيح، به الحيوانات تستريح. على الأرض تحيا الكائنات، في ثبات ونبات، بعضها من البشر وبعضها من الحيوانات. غنيتوا مع الغنية؟ حبيتوها؟ تابعوا معي مع هالنص. رو معي: القنفذ وأصدقاء الغابة. كان القنفذ الصغير يسير في طريقه إلى الغابة، رأته عصفورة فسألته: إلى أين هو متوجه؟ فأجابها القنفذ: إلى الغابة القريبة. ولكن العصفورة كانت خائفة من أن تعتدي عليه حيوانات الغابة، فطمأنها قائلا لها: ألا تخاف، فهو يملك أشواكا تحميه عندما يشعر بالخطر. في الغابة رحبت الحيوانات بالقنفذ. اقترب منه الدب ليصافحه، فوخزت أشواكه يد الدب، فصاح متألما. فسأله الهر عن سبب وضعه لهذه الأشواك، فقال له أن هذه الأشواك هي التي تحميه. أردفت السلحفاة قائلة للقنفذ بأنه لا يحتاج إلى أشواك تحميه، فهو في غابة الأصدقاء. وعلقت ورقة على صدره كتب عليها: احذر الأشواك. فصارت الحيوانات كلما رأت القنفذ تتذكر أشواكه فتحييه من بعيد. وهكذا عاش القنفذ آمنا في غابة الحيوانات. تابعوا معي مع التمرين التالي. القنفذ وأصدقاء الغابة. كان القنفذ الصغير يسير في طريقه إلى الغابة، رأته عصفورة فسألته:
إلى أين هو متوجه؟ فأجابها القنفذ: إلى الغابة القريبة. ولكن العصفورة كانت خائفة من أن تعتدي عليه حيوانات الغابة، فطمأنها قائلا لها ألا تخاف، فهو يملك أشواكا تحميه عندما يشعر بالخطر. في الغابة رحبت الحيوانات بالقنفذ. اقترب منه الدب ليصافحه، فوخزت أشواكه يد الدب، فصاح متألما. فسأله الهر عن سبب وضعه لهذه الأشواك، فقال له أن هذه الأشواك هي التي تحميه. أردفت السلحفاة قائلة للقنفذ بأنه لا يحتاج إلى أشواك تحميه، فهو في غابة الأصدقاء. وعلقت ورقة على صدره كتب عليها: احذر الأشواك. فصارت الحيوانات كلما رأت القنفذ تتذكر أشواكه فتحييه من بعيد. وهكذا عاش القنفذ آمنا في غابة الحيوانات. جاهزين لهالتمرين؟ شوفوا شو بقول. أضع الكلمات الآتية في الخانة المناسبة. في عندي مجموعة من الكلمات سأضعها في الخانة المناسبة، يعني مطرح ما لازم. أول خانة هي للحيوانات، والخانة الثانية هي للطيور. أول كلمة: عصفور. عصفور هو من الحيوانات أو من الطيور؟ العصفور الذي يزقزق، الذي نراه يطير، شو قولكم؟ العصفور هو من الطيور، سأكتبه هنا: عصفور. تاني كلمة هي الأسد. الأسد لازم ننتبه، إذا شفنا أسد لازم نبتعد عنه لأنه حيوان مفترس. حيوان مفترس أضعه في خانة الحيوانات أم الطيور؟ أكيد الحيوانات. أسد. فيل. الفيل لديه خرطوم طويل، تذكرتوه؟ حكينا عنه بالحلقات السابقة. الفيل، شو قولكم؟ في خانة الحيوانات أو الطيور؟ أكيد في خانة الحيوانات. فيل. حمار. على الحمار كانوا من زمان ينقلوا غراض من بلد لبلد. الحمار هو من الحيوانات أو من الطيور؟ أكيد من الحيوانات. حمار. الزرافة صاحبة العنق الطويل، منشوفها عم تمشي. زرافة من الحيوانات. أرنب. الأرنب ماذا يفعل؟ يقفز، يعدو، يعني بصير يركض وينط.
الأرنب. من أي فئة؟ أكيد الحيوانات. أرنب. والديك من الحيوانات أو من الطيور؟ أكيد من الطيور. ديك. اوعى تروحوا لمطرح لحتى نتابع سوا هالتمرين التالي. جاهزين لهالتمارين؟ نبدأ مع التمرين الأول. أرتب الكلمات لأحصل على جمل مفيدة. مجموعة من الكلمات أنتوا رح تألفوا منها جملة كتير مفيدة. أول مجموعة وتاني مجموعة. المجموعة الأولى شو بتقول؟ أمي، فكروا معي، فرحة، فرحة، انبسط، قلبه، قلبه، قلب الإنسان، حين، أخي، فاز. شو عم بيقولولنا هون؟ عم بحاولوا يقولولنا إنه حدا نجح، فاز يعني نجح، ولما نجح شو صار؟ أمي فرحت، قلبها فرح، حس بالسعادة. بشو منبدأ أقولكن هالجملة؟ بأمي؟ فكروا معي. أمي فرحة. تذكروا إذا بدأنا الجملة بفعل ممكن؟ ممكن أكيد، جملة فعلية اسمها. وين في فعل هون عندي؟ في عندي فرحة، انبسط، فعل. ايه فرحة يعني شيء بداخلي تحرك، وفاز نجح يعني كمان، مش يعني عمل حركة فاز، نجح يعني نتيجته كانت منيحة. شو قولكم نبدأ مع فرحة أو فاز؟ فكروا معي، مع فرحة. إذا كتبنا فرحة، مين اللي فرح؟ مين اللي انبسط؟ أنا قلبي بينبسط لما ابني بيجي فائز ناجح. فرحة قلبه، فرحة قلبه، مين؟ فرحة قلبه أمي. ليه؟ متى؟ فرحة قلبه أمي حين. حين شو يعني حين؟ لما يعني. حين فاز أخي. انتبهوا منيح، بعيد أقولكم مظبوطة. فرحة قلب أمي حين فاز أخي. صح، اكتبوها معي. فرحة قلب أمي حين فاز أخي. انبسطت الماما لأنه خيي نجح. المجموعة الثانية لاحظوا معي. على تبدأ بعلى. قفز فريد القرد. شو أقولكم؟ نبدأ مع القرد. ماذا فعل القرد؟ القرد قفز على فريد. القرد قفز على فريد. بدي اياكم هلا تفكروا كتير منيح بهالجملتين وبنوعن. تعلمنا نحن انواع الجمل، إما اسمية وإما فعلية. شو أقولكن أول جملة ما نوعها؟ فعلية أو اسمية؟ بماذا تبدأ؟ فرح قلب أمي حين فاز أخي. شو أقولكن؟ فرح قلب أمي حين فاز أخي. بماذا تبدأ؟ بفعل. إذن هي جملة
شو؟ يلا قولوا فعلية. فعلية طبعاً. تاني جملة، القرد قفز على فريد. القرد، شو نوع هالكلمة؟ اسم. القرد قفز على فريد. إذن ما نوع هذه الجملة؟ طبعاً اسمية. هي اسمية. ننتقل للتمرين التالي. أركب ثلاث كلمات من الأحرف الآتية: فاء، راء، القاف والياء. فكروا معي، شو ممكن نألف كلمة من هالأحرف إذا إنسان منه كتير معه مصاري، أوقات بساعدوا العالم، شو ممكن نسميه؟ شو ممكن نسميه؟ فقير. أحسنتم، فقير. فقير، نكتبها سوا، فقير. وإذا أنتوا اجتمعتوا مع أصحابكم لحتى تلعبوا مجموعة ضد مجموعة، شو منسمي أول مجموعة؟ فريق. أحسنتم، فريق. فريق، نكتبها سوا. تاني كلمة إذن هي فريق. وأنتو أكيد عندكن شو؟ رفقة كتير، وعندكن رفيق مفضل يمكن، ما هيك؟ شو أقولكن، مرقت الكلمة لفظت شي؟ رفيق. شو يعني رفيق؟ رفيقي، برفقني دايما بالأحزان وبالأفراح، هيدا بيكون رفيقي. إذن الكلمات هي فقير، فريق، ورفيق. وهلأ بدي منكن تحضروا الورقة والقلم لحتى نتعلم كيف ممكن نعمل قاموس مصور لحيوان أليف. زرافة، أسد، حمار، سنجاب. حضرتوا الورقة والقلم؟ هلأ بدي أطلب منكم ترسموا معي حصان. أنا رح حاول هون ارسم هالحصان قد ما فيكم بترسموه، مش ضروري ترسموه كتير منيح لأنه في ناس ما بيعرفوا يرسموا. ترسموا حصان. لشو هالحصان بدنا نرسمه؟ حتى نعمل قاموس مصور للحصان. أنا اخترت اللون البني حتى أرسم هالحصان. انتبهوا، رسموا له جري حتى نتعلم شو منقول عنهم. ترسموهم للإجرين وبتكفوا انتم مثل ما بتكون بترسموا، المهم يكون واضح. حصان، مين بحب ركوب الخيل؟ شو يعني ركوب الخيل؟ يعني انه تركبوا على الحصان. كتير حلوة هالرياضة، في كتير ناس بحبوها، بس هي خطرة، مش لازم لحالنا نركب على الحصان إذا ما كنا منعرف منيح. وهيك منكون رسمنا الحصان. الحصان
بدنا نعمل قاموس مصور عنه. أولاً نبدأ باسمه. ما اسم هذا الحيوان؟ بنكتب اسمه حصان، يعني شو نوعه؟ حصان. شكله، نبدأ بالشكل مع الرأس. رأسه، أنا يمكن أنا رح أختار صفة كبير، أنتم متل ما بدكم بتحطوا. رأسه كبير، يعني كيف هو الصفة، يعني كيف هو. رأسه كبير. عيناه، نبدأ بالرأس من ثم العينين. عيناه أنا رح أختار وأقول لونه، لونون بنيتان كتبت. ليه؟ لأنه رسمتون ولونتون بالبنة، أنتم فيكن تختاروا اللون اللي بدكن يعني. أذناه، كيف بتكون أذنا الحصان؟ فيني أقول قصيرتان، فيني أقول طويلتان. طويلتان، أذناه طويلتان. ذيله، ذيله يعني الذنب، كمان ممكن قول عنه طويل، فين قول عنه طويل، أو إذا كان قصيرا كمان بقول قصير، أنتوا بتختاروا الصفة اللي بتكون ياها. قوائمه، شو يعني قوائمه؟ إجراء. إذا بدي أقول عن القوائم، كيف لازم يكون أقولكم قوائمه؟ لأنه الحصان قوي كتير بالركض، سريع الجري منقول عنه. يعني قوائمه شو بيكونوا؟ صلبة. شو يعني صلبة؟ يعني قاسية، لأنه بس يركض نسمع نحن صوت قوائم، مش هيك؟ فيني أقول قوائمه صلبة. أما أهم صفاته شو؟ الحصان بيكون كتير سريع بالجري، فيني أقول سريع الجري. شو يعني سريع الجري؟ يعني سريع في الركض. وهيك منكون عملنا بطاقة عن قاموس مصور للحصان. نبدأ مع صورة الحصان. أولاً نذكر اسمه، اسمه حصان، ونبدأ بالشكل. شكله بالشكل، بنبدأ بالرأس. رأسه فيني أقول عنه كبير. عيناه فيني أقول اللون بنيتان، أو إذا كبار بقول واسعتان. أذناه، أذناه أنا اخترت أقول طويلتان. ذيله كمان طويل. قوائمه، تذكرتوا شو قوائمه؟ يعني إجريه، بتكون قوية صلبة. ليه؟ لأنه تيقدر يركض منيح. أما أهم صفاته فهي سريع الجري. وهيك منكون عملنا قاموس مصور للحصان. هيك منكون عملنا قاموس مصور للحصان. وهلأ أكيد ناطرين جواب الحزورة، رح نتذكرها سوا. شو هي الحزورة؟ شو بتقول؟ في اسم، شو هو يعني اسم طائر؟ شو في عنده؟ في عنده فوق راسه عرف كالتاج، في عنده فوق راسه عرف كالتاج، وريشه ملون مثل باقة الورد. تذكرتوا الحزورة؟ شو قولكن هو الطائر؟ برجع بعيد، اسم طائر شو بفوق رأسه عرف كالتاج، وريشه ملون كباقة الورد. شو هو؟ عرفتوه؟ الطاووس. الطاووس،
أكيد في كتير منكن عرفوا هالجواب. وهلأ بدي أطلب منكن إنه ما تنسوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك اللي عم تمرق بأسفل الشاشة، وأنا بقلكن للقاء في الحلقة المقبلة. باي باي. على الأرض تحيا الكائنات في ثبات ونبات، بعضها من البشر وبعضها من الحيوانات، أليفة كانت أم مفترسة فلكل منها مميزات. على الأرض تحيا الكائنات في ثبات ونبات، بعضها من البشر وبعضها من الحيوانات، الأرنب يعدو يقفز، القرد للموز يرقص، ما أجمل الكون الفسيح به الحيوانات تستريح. على الأرض تحيا الكائنات في ثبات ونبات، بعضها من البشر وبعضها من الحيوانات.